هم ومش محجبين، فسهل قوي ان هم يدخلوا في اللعبه. انا اتعرض عليا بره ان انا ادخل بطوله كمال اجسام سيدات بيكيني، فما كانش طبعا ينفع ان انا ادخلها. كنت واثقه ان انا لو دخلتها كنت هاخد الاول، بس الفكره ان ما ينفعش. خدت لقب المرأة الحديدية في مصر عشان مفيش بنت وصلت تكون بطلة في لعبة كمال أجسام. اللي هم ومش محجبين، فسهل قوي ان هم يدخلوا في اللعبة. انا اتعرض عليا بره ان انا ادخل بطولة كمال أجسام سيدات بيكيني، فما كانش طبعا ينفع ان انا ادخلها. كنت واثقه ان انا لو دخلتها كنت هاخد الاول، بس الفكره ان ما ينفعش.